شبه طبيعية، يعني فكرة جديدة، وإن شاء الله هي اللي راني يعني كنبغي نخدم عليها أكثر باش نزيد فيها ونطور فيها ونزيد فيها تحسينات أكثر إن شاء الله يا ربي. الإقبال بحال بركوكش يعني داو به، وحتى الملحة اللي يعني كما قلت لك دخلت بها فكرة جديدة حتى هي لقات إقبال. فكرة غريبة يعني الملحة من السماء بالأعشاب، ولكن باش كما علي زغنوني رئيس تعاونية الجبل لتربية النحل وإنتاج العسل والتمين المنتوج. سيدي دبدو توريرت، عندنا مجموعة من منتوجات العسل، عندنا عسل الأعشاب، عندنا عسل أزير، عندنا عسل السدر، عندنا عسل البرتقال. وبالنسبة للمنتوجات الأخرى عندنا حبوب اللقاح، عندنا العكبر اللي هو البروبوليس، وعندنا تبارك الله الشاي طبيعي ديال النوع ديال هذا بالنسبه للسدر ديال السدر، وهذا ديال الاوكاليبتوس. بالنسبه للناس يسولوا بشحال الثمن مثلا ديال بالنسبه للاثمنه مثلا هذا كاين ديال 140 درهم، هذا 140 درهم كيلو. كاين هذا 150 درهم. بالنسبه لها هذا 200 درهم الكيلو، عندك هو الاعشاب هم الصغير الطبيعي ديال البلاد ان شاء الله. شكرا الزاوية البوتشيتشي على التنظيم ديال هذه القرية التضامنية. سمت بكل صراحة تعرفنا على ناس، درنا مجموعة ديال الزبناء، وكان الإقبال كثير على هذه المنطقة. مجال اللي كان لأن العسل المنطقة معروفة بأن ما فيهاش لا ميديتي. قليلة طبيعية 100%، احنا شي حاجة ديال البلاد. ومنتوج محلي، وكنشكروا الناس المنظمين والمؤثرين وهذا